سعيد جدا النهارده واتشرفت بالمحاضره اللي عملتها عن فن التصوير المعماري، اللي من خلالها شرحت او وضحت ازاي تاخد صوره معماريه سليمه ومن النواحي الجماليه كلها متكامله، وفي النهايه تقدر تحط عليها البصمه الخاصه بيك كمصور او كفنان بحيث تختلف عن غيرك وتدي الصوره اللي الكل يعجب بيها او فيها زي ما بيقولوا الواو فاكتور. طبعا المعرض من اجمل المعارض اللي بتتم هنا واللي بنستناها فعلا من سنه للسنه زي ما بيقولوا، لان فيها تجمع رهيب لمجموعه من الفنانين في مجالات مختلفه، فدي بتبقى فرصه جميله ان نتعرف كلنا على الفنون المختلفه في التصوير، وبنتعرف على بعض، بنستفيد من خبرات بعض.